فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: أمي هي التي تقوم بخدمة جدتي التي هي أمها وتغسلها إذا احتاجت إلى ذلك، لكن جدتي تطلب منها أن تغسلها أكثر من مرة وهي تسرف في الماء، فإذا أخبرتها أمي بأن هذا إسراف غضبت وصرخت في وجهها. سؤاله: هل تأثم أمي عندما تسرف بالماء عند غسل جدتي؟ هي اللي تغسلها لا تسرف في الماء، المغسلة لا تسرف في الماء، تأخذ قدر الحاجة فقط، تغسلها قدر الحاجة ولا تسرف في الماء. نعم.